كبيرة للفنانة فيروز ولهذا الفن الأصيل، هذا الفن الجميل أكيد. ومشاهدينا نحب نعلن عن مفاجأتنا التالية، عبارة عن سولو بعنوان بغازلة للفنانة وضيفتنا لهذا اليوم مشاعل. الفنانة السعودية مشاعل، سمعنا أغنية بغازلة. يا مرحبا، يا هلا وسهلا. أغنية بغازلة طبعا من كلمات خالد العوض وألحان عصام كمال. الفنانة السعودية مشاعل بتكون ضيفتنا لهذا اليوم في برنامج ترتتا. يا مرحبا، تفضلي. تحية من الجمهور للفنانة مشاعل ضيفتنا في هذا اليوم.
طبعا انا مبسوطه اليوم اني انا موجوده في ترتتة، طبعا وبجمهور ترتتة، ويعني اكثر شيء انا سعيده اني انا اليوم متواجده مع، انا دائما اقول لها انت ماركه مسجله، الفنانه احلام. يا سلام يا سلام. وطبعا يسعدني اكثر تواجدي مع الفنان عبود خواجة، قدير جدا 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 جدا. استاهل. الفنانة مشاعل، قلنا أن مسيرتك الفنية تقريبا كملت 8 سنوات لين وصلت لهذا المكان، تدرجتي في بداياتك من، خلينا نقول، من الإعراس لين وصلت لهذا المستوى اللي هو الألبومات والأغاني والكليبات. خبرينا شو التغيير المحوري اللي وصلت لهذا المكان؟ هو مو يعني متى تعتبرين بدايتك الصح في الوسط الفني؟ أوكي، أنا بدايتي في الوسط الفني من أول ما مضيت مع شركة بلاتينوم. يعني ممكن يكون الأول أنا حاولت أني أنا أبني نفسي، لأنه أنا بقول لك شيء ودائما أفتخر أنا بهذا الشيء، أنه أنا مع التجربة حقت أني أنا كنت أغني في عروس، أنا جدا فخورة جدا، لأنه أعطاني أول شيء أنا شلون أوقف على المسرح، شلون أتعامل مع الجمهور، شلون أنا أكون وسطهم، شلون أنا أعرف الإيقاعات، أميز ما بين لهجة ولهجة، لأنه تعرف في المملكة العربية السعودية يعني ما عندنا لهجة محددة واحدة، يعني عندنا يعني كذا لكنا كذا لهجة. نعم. كذا لكنا. فأنا حاولت أنه أنا الحمد لله أني وصلت لذي المرحلة، وأنا شوي شوي يعني أكل العنب حبة حبة، يقولون مو بسرعة أبغى أطلع. الله يوفقك إن شاء الله دائما في كل خطوة من خطوات حياتك. الفنانة مشاعل، يصنفون صوتك بالصوت قربي والرشيق اللي هو قادر على غناء كل اللهجات، يعني ممكن أن صوتك تغنين أي لهجة. الصوت الرشيق، عفوا بوضح لك، بس الصوت الرشيق هو مثل الإنسان لما يكون هو فت، يعني جسمه فت، يعني وين ما تحطه يقدر يسوي أي حركة ممكن يسويها. يعني خلينا نقول جوكر. أي جوكر، مثل ممكن يقول أي مقام، أي عربة ممكن تحفظ، ممكن الآن أقول لها قولي هاي العربة حفظها تقولها. هذه هو الصوت الرشيق اللي يقدر متمكن. هذه شهادة كبيرة، هذه شهادة كبيرة. أكيد أنا أكيد فيها أكيد جداً. طيب تعتقدين أن يعني ملكك لهذا الصوت الجميل والرشيق، نرجع نقول الكلمة، هو اللي يعطيك مثلا شمولية أكثر وانتشار أكثر في الوطن العربي، يكون أنك تقدرين تغنين كل المقامات وكل اللهجات؟ مهما غنيت لو ما وصلت لقلوب الناس ما حد يقدر تكمل أصلا. أكيد أكيد. تحية كبيرة للفنانة مشاعل. الفنانة أحلام، نرجع لنفس الموضوع اللي هو الشمولية والانتشار، هل ناوية الفنانة أحلام أنها تنزل أغنية بلهجة ثانية جديدة بطريقة جديدة غير اللي متعودين نسمع أحلام فيه؟ أنا نزلت ألبومي الأخير، عملت أغنية أنا يمكن أنا أسميها هي انقلاب في الأغنية الخليجية، اللي هي أغنية هذا أنا. هذه كانت كتوزيع وكغنى وك يعني كانت ماستر، ما احنا نسميها ماستر بيس. انا افتخر اني غنيت هذه الاغنيه من الحان الملحن الكبير سهم. هي اغنيه فعلا كانت يعني مثل ما تقول اضافه جديده لمسيرتي الفنيه، ووزعها اوجه له تحيه كمان عصام الشرايطي، هو أكيد نحن نوجه لها تحية. ونحن راجعين لموضوع هذا أنا وبنتكلم عنها كثير، هذه الأغنية لأنها فعلا أغنية كثير متميزة. قبل أطلع البريك أحب أسألك عبود خواجة، أنت مقل وما زلت مقل في إصدار الأغاني، شو السبب؟ وسأبقى مقل جدا مقل، وأنا راح أرفع عليه قضية على الساحة الفنية، يعني برغم الغنائية الخبر اللي موجودة عندك، على العطاء اللي موجود عندك، على الخلفية الكبيرة اللي الفنية اللي موجودة عندك، إلا أنك بخيل على جمهورك. ليش؟ لا والله ما أنا بخيل، لا بالعكس. شوف أحلام تقول والله ما أنا بخيل. بس جهز نفسك في الحان حقي من الحين قبل ما نطلع الاستوديو. ايوه بدينا على شغلتنا، انا دائما مترتت اسكر العقود هنا على طول. انا حاضر يعني اختي احلام اي شيء انا حاضر. وانا فعلا مقل، ولكن يمكن انشغالات الحياه اكثر من ما التزامات الدوام، التزامات كذا هي اللي تاخذ وقتنا اكثر. مش لكن جمهورك لا حق عليك أكيد، ولا تقصر معه. احاول كل فتره اني اقدم شيء ان شاء الله، يعني نرضي الجمهور اقل شيء. إذا ما في أنجز للكويت وسوي جلسة ولا لأي مكان أسوي وأنزلها. يا سلام عشان الناس. يا سلام عليك. أتمنى إن شاء الله دائما التوفيق. مشاهدينا مستمرين معاكم، لكن معانا